عملنا اكتر من بطوله باسم محمد عبد الوهاب على مستوى المراحل السنيه المختلفه على فترات متباعده، يعني عشان نغطي كل الاكاديميات اللي موجوده على مستوى المحافظات. ودي من البطولات الحقيقه الحاليه اللي موجوده في مركز شباب الجزيره، ملعب مركز شباب الجزيره الحقيقه النادي الاهلي بيعمل فيه من اكاديميه من اكاديمياته الكبيره جدا، الذي يعني نستطيع ان نقول انها 90% منها من اعضاء النادي الاهلي في الجزيره، وده المكان الوحيد الحقيقه اللي نقدر نعمل فيه هذا الحقيقه الحفل. والاكاديميه هنا طبعا انا بحيي القائمين عليها، كابتن رامي عبد الحفيظ حقيقه بيبذل مجهود كبير جدا فيها. والبطوله دي الحقيقه مكونه من عدد كبير من الحقيقه اكاديميات من داخل وخارج محافظه القاهره، فيها اشتركوا فيها اكثر من 20 اكاديميه. والان الحقيقه بنحضر الحقيقه تسليم الجوائز ونحضر تسليم الميداليات للفرق الفائزه. كانت الحقيقه على فتره طويله جدا اتاخرت جدا بعد نهايه الموسم، عشان كان في هناك زحام شديد جدا في ختام هي الاكاديميات المختلفه على مستوى الجمهوريه، وده كان الوقت الوحيد اللي نقدر نتفرغ فيه انا وحياه الكابتن محسن صالح والكابتن فتحي مبروك والكابتن فوزي سكوتي، ونكون موجودين في هذا اليوم الحقيقه. وانا بشيد جدا بالتنظيم وبشيد جدا الحقيقه بوجود كل الحقيقه الاخوه اللي هم مديري اكاديميات المختلفه لحضور هذه المناسبه. السنه القادمه ان شاء الله هتشهد التحام او ملحمه بين قطاع الناشئين واكاديميات النادي الاهلي، لان وجدنا عدد كبير جدا من اللاعبين المتميزين الموهوبين بشكل غير طبيعي يعني. وهؤلاء اللاعبين يعني اذا تواجدوا في اماكن يتدربوا فيها بشكل افضل وجرعات افضل في مساحه افضل، هي بيكون هناك قاعده كبيره جدا لقطاع الناشئين يستطيع انه يبقى عنده قاعده من اللاعبين المميزين على مستوى الحقيقه المراحل السنيه المختلفه. احنا تمسكنا بكل لاعب في الموسم السابق وتمسكنا بانه نتواجد معاه، وهيكون معانا ان شاء الله في العام ده يعني من خلال اختبارات هتبقى موجوده، واستمراره يكون في الاكاديميه حتى لو ادعى الامر ان احنا هذا اللاعب الموهوب نديله حقيقه مكافاه خاصه من الاكاديميه عشان يتواجد معانا وياخذ فرصته كامله في المواسم القادمه. لانه الحقيقه اللاعب بيتغير مستواه من موسم الى اخر بشكل مختلف تماما، قد يزيد بشكل افضل من غيره اللي كان متميز عنه، ودي طبعا الفروق الفرديه دي بتخلينا دائما نحافظ على اللعيبه. وعملنا هذا الموضوع الحقيقه وحصرنا العدد اللاعبين المميزين من كل المحافظات لاكاديميه النادي الاهلي، وهنكون دائما على التواصل مع ولي الامر، واللاعب ده لازم يكون موجود معنا بصفه مستمره. وان شاء الله قطاع الناشئين وعدنا الكابتن بدر رجب والكابتن حقيقه محمد شوقي والكابتن وليد سليمان انه هيكونوا موجودين معايا في الفتره القادمه دي عشان يحصروا عدد معين يكون هذا العدد هو النواه القادمه للمراحل السنيه المختلفه، قبل ان يكون هناك اختبارات لجميع المحافظات الاختبارات الاخرى التي تقام في اكاديميه النادي الاهلي. فانا الحقيقه بقول يعني العام القادم عام صعب جدا، وعام هيكون مليء بالحقيقه بالبرامج المختلفه، وهيكون هناك دورات تدريبيه للمدربين مكثفه جدا ببرامج معينه بتدريبات محدوده بحيث انها تلتزم بها كل الاكاديميات، ويكون هناك التطور في هذه الاكاديميات بشكل مختلف تماما من خلال برضه مراقبه جيده جدا لكل الافرع من خلال مشرفين قائمين عليها. عندنا اكثر من 4 أو 5 مشرفين يعني موجودين معانا الحقيقه، كابتن فتحي مبروك على راسهم لانه هو مدير الفني لهذه الاكاديميات، ونحن ان شاء الله بنعيدهم بالجديد. ونشكر اولياء الامور على يعني على حسن تواجدهم معنا دائما وحرصهم على التواجد في اكاديميات النادي الاهلي. يعني انا سعيد جدا ان انا بتواجد في مثل هذه المناسبات. المنظر العام يفرح زي ما احنا شايفين كده، ولادنا الصغيرين اولياء الامور الكل عنده امال كبيره في مستقبل هؤلاء البراعم وهؤلاء اللاعبين الصغار. احنا بنبذل كل جهدنا بحيث انه ما يبقاش الموضوع ممارسه فقط، احنا عايزين انه الاحلام اللي عند اولياء الامور امهات ابهات في اولادهم انه تتحقق، ممكن تتحقق. يعني زي ما شفنا مو صلاح ولاعيبه كتيره عالميين كلهم طلعوا من الاكاديميات الصغيره. فتطوير كره القدم في اي مكان يعتمد على سن الممارسه، فكل ما بدات بدري كل ما مهاراتك اتحسنت
والحساسية بتاع الكرة تتحسن، مقومات الجسمانية بتاعتك بتتحسن، ممارسة الرياضة مع كل مرحلة وتطور علم التدريب بيؤدي إلى تطور في كفاءة الأجهزة الحيوية في الجسم، وبالتالي العملية بتبقى ماشية متوازنة، خاصة لو عندك أسلوب علمي بتعمل بيه، يعني كمعد غذائي، كمعد نفسي، كدكتور عظام، كدكتور فيسيولوجي، كدكتور سيكولوجي. لما بتجمع كل العوامل دي وبتوفرها للناشئ الصغير بتفرز لك أكيد خامة كويسة. أنا أتوقع إن شاء الله يعني خلال 5 سنوات نشوف لاعبين كبار جدا في الدوري المصري وفي البطولات المصرية وفي المنتخبات المصرية، مش بس في أكاديمية النادي الأهلي، في جميع الأكاديميات. الممارسة مبكرا بتؤدي إلى تطويع المهارات وتطوير المهارات وتحسين المهارات، و في نفس الوقت المقاومات الجسمانية. أتمنى أنه إن شاء الله ربنا يدينا العمر ونشوف من كل هؤلاء، يعني مش عايزين نقول كتير، نقول 10 20 50 ممكن 100، يعني طول ما القاعدة بتبقى واسعة كل ما الإنتاج بيبقى أوفر. فإن شاء الله مع توفير الكفاءات التدريبية العالية والرعاية نشوف جيل تاني قادم هو اللي هيقود منتخب مصر والأندية المصرية إلى المستوى المأمول بإذن الله. إذا كان هناك تكريم لفرق الأكاديميات المشاركة في بطولة المرحوم محمد عبد الوهاب، فده طبعا أنا بشكر الكابتن شطة وبشكر الكابتن محسن وبشكر مجلس إدارة النادي الأهلي، إن فعلا الناس تحس بقيمة النادي الأهلي وأكاديمية النادي الأهلي، ودائما أكاديمية النادي الأهلي بتقدر الأكاديميات الأخرى. فأنا شايف إن ما شاء الله يعني أولياء الأمور بشكرهم جدا جدا، اللعيبة كتير بشكرهم جدا. فالنهاردة يوم للتاريخ ويوم لذكرى النهارده المرحوم الكابتن محمد عبد الوهاب، وايضا النهارده كل اللعيبه اللي هي النهارده بتشاهد المهرجان وبتشاهد ختام البطوله دي، فعلا بيتمنوا ان هم يكملوا مسيرتهم في كره القدم ان شاء الله يعني. وطبعا دي برضو مع الكابتن شطه بننسق ومع الكابتن ومع لجنه التخطيط، ان اذا كان هناك اي سلبيات في اكاديميه النادي الاهلي بنحاول نعالجها ان شاء الله الفتره القادمه، سواء من ناحيه اللعيبه سواء من ناحيه المدربين زي ما انت قلت كده. فكل حاجه يعني خلي الناس تبقى في ثقه في اكاديميه النادي الاهلي ان شاء الله، وحتى اللعيبه بنطور ادائهم عشان برضو نستمد دول يمكن في قطاع الناشئين ان شاء الله مستقبلا يعني. حضرتك بقى طبعا تاريخ كبير كلاعب وتاريخ كبير كمدرب، ايه الرساله اللي تحب توجهها للجيل الصغير اللي بيبقى دايما مستعجل على كره القدم؟ هو طبعا انا يمكن من خلال برضو مشاهدتي يعني عايز برضو اللعيبه دي تستفاد من النهارده. اي مدير فني النهارده بيكلمهم لازم يستفاد منه، مش الكره هي الهدف او مش الكره كلهم بيجروا ورا الكره، لا، كل واحد النهارده لازم يبقى فيه الانتشار، لازم يبقى فيه التمرير، لازم النهارده يبقى فيه النهارده معاونه مع زمايلك، تعاون مع زمايلك عشان النهارده فعلا تستمر وتبقى لعيب كويس وتبقى لعيب موهبه ان شاء الله. النهارده طبعا يوم بعد يوم تعب، ده النهارده حدثين، حدث ختام نهايه موسم اكاديميه النادي الاهلي فرع الجزيره، والحدث الثاني طبعا الاهم بطوله كابتن محمد عبد الوهاب الله يرحمه. ودايما البطوله دي يمكن دايما من النادي الاهلي علمنا ان ما بنفرطش دايما في اولادنا، ودايما كابتن محمد يعني كان له ذكرى يعني رحيله الحمد لله، الحمد لله يعني ربنا يرحمه ويسامحه ساكنه في صحيح جناته. دايما النادي الاهلي ما بينساش ولاده، ودي كانت اقل حاجه ممكن النادي الاهلي يعملها تجاه ابنه. طبعا في استعداد للموسم الجديد ان شاء الله باذن الله يكون موسم احسن واحسن ان شاء الله باذن الله. يمكن فكره اهلي به كمان عملت حاجه للاكاديميه، ان بقى الاكاديميه هدف وهدف واضح بدات الناس تشتغل عليه، والحمد لله النهارده مردود اهلي به بقى فيه مردود كويس قوي قوي في اكاديميه النادي الاهلي. النهارده طبعا بعد ختام شهرين تعب في بطوله محمد عبد الوهاب، النهارده اليوم الختامي وتوزيع الجوائز النهارده، وانتم حضراتكم منورينا ومشرفينا النهارده. النهارده في عندنا 40 اكاديميه بنكرمهم النهارده. اولياء الامور دايما لازم اشكرهم وكل الشكر والتقدير ليهم على تعبهم. الموسم اللي فات كان موسم صعب جدا جدا جدا. طبعا بشكر كل ولي امر دايما بيجري ورا حلم ابنه، دايما انا عارف انه دايما مقدر دايما تعبه، بس دايما بقول له خليك ورا حلم ابنك وان شاء الله باذن الله دايما يكون له مستقبل. ودايما الاولاد دايما احنا بنقول لهم خلي عندكم دايما هدف وطموح واشتغلوا عليه وربنا يكرمكم وتوصلوا باذن الله وتكونوا احسن لعيبه ان شاء الله باذن الله. طبعا بنشكر يعني كل القائمين على البطوله ومجلس اداره النادي الاهلي اللي قدر يوفر لنا بطوله للاكاديميات، اكثر من 40 اكاديميه متواجده، وكان معانا اكاديميه لاول مره في بطولات الاكاديميات، اكاديميه من السودان، اكاديميه اسباير السوداني طبعا
بنحب نشكرها من دولة السودان الشقيقة. بطولة طبعا قوية، يمكن من أفضل البطولات اللي اتعملت في بطولات الأكاديميات. عايز أقول إن طبعا النادي الأهلي سباق دايما بأن هو بيشوف اللعيبة واكتشاف للمواهب. بطولة خدنا أكتر من 40 لاعب لقطاعات الناشئين للنادي الأهلي، هتبقى موجودة في الاختبارات اللي جاية، ودي حاجة طبعا كبيرة جدا وبنشكر عليها النادي الأهلي. ومزيد من البطولات جوه النادي الأهلي، النادي العريق أكبر نادي في الشرق الأوسط، إنه يعمل بطولة بالحجم ده وباختيار عدد اللاعبين ده أكتر من 3000 لاعب في بطولة واحدة، حاجة كانت كبيرة جدا. أكاديميات من كل محافظات الجمهورية موجودة هنا جوه النادي الأهلي، طبعا بنحب نشكر عليها القائمين كلهم. بنشكر كابتن عبد المنعم شطة وكابتن رامي أبو حفيظ، وطبعا قبليهم بنشكر كابتن محمود الخطيب اللي وفر لنا بطولة زي دي ومزيد من البطولات جوه النادي الأهلي. شكرا ليكم وشكرا للنادي الأهلي وشكرا على البطولة الكبيرة.